أخمد فوج إطفاء دمشق حريقاً اندلع في بيت النار بالفرن الآلي في منطقة المزة فيلات غربية بدمشق. وقت وصلوا الشباب كانت نار كبيرة كتير يعني، حرارة زائدة جداً يعني، ومشكورين شباب مركز المزة واصلين بسرعة قوية جداً بما أنه مركزهم قريب على الفرن. خلال دقيقتين كانوا بموقع الحادث، استخدموا المادة الرغوية، بمادة الرغوية سيطروا على الحريق، وهلأ قاموا بعملية تبريد كاملة. مفضل رب العالمين الأضرار بالماديات، مفضل رب العالمين، وبس بالحراق وبممر الخبز فقط لا غير، ناجم عن احتراق بالحراق السفلي والعلوي الذي يضخ الحرارة من خلال تزويده بالمحروقات باتجاه بيت النار. الحصر الأضرار الحمد لله بسبب التجاوب السريع للعملية بالمخبز واتصاله مع الإطفاء والقرب الإطفاء، في أضرار نحن بنقدرها يعني هي الحمد لله بسيطة يعني، اللي انحصرت بالحراق العلوي والسفلي، ومثل ما أنت شايفة شوادر غرفة التخمير المرحلة الثانية. الأمر يحتاج بالحد الأدنى 48 ساعة للتحقق من التوصيلات الكهربائية. لا نعمل بكرة تشيك على منظومة الكهرباء، احنا لدينا معمل تابع للمؤسسة السورية للمخابز، القطع التبديل متوفرة بشكل مباشر، بيحتاج بعد التحقق من التيار الكهربائي 48 ساعة نحن منقوم بشكل مباشر بتحديث غرفة التخمير حصرا لتحقق فيها الأضرار، ووضع شوادر لغرفة التخمير الثانية مع تحقق من السلندرات، ما بيحتاج أكثر من أسبوع. اخترنا بوجود حريق بفرن المزة، توجهنا خلال عن طريق غرفة العمليات، خلال دقيقتين كنا واصلين على مكان الحريق. كان إنجازنا الأكبر أنه حفاظنا على الطحين ما يجي عليه ولا نقطة مي، هذا إنجاز. والإنجاز الثالث هو أنه ما تمتد النيران على الفرع الثاني.